طيب تعالوا بقى نروح على مقر جريدة الجمهورية مع مراسلتنا روزان نصر عشان نتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية والعالمية، وبالمناسبة هيكون معاها ضيفها الأستاذ حسام الغرباوي وهو كاتب صحفي بجريدة الجمهورية. صباح الفل عليكي، وسمعينا بقى منشطاتك المهمة واللي أكيد لن تخلو يعني من تصريحات كابتن شناوي عن مباراة بكرة، نفسه عن رؤيته للنادي الأهلي، وبرضه يعني اخيرا وليس اخرا مساله يوفنتوس ويعني تاهله لنهائي كاس ايطاليا. اتفضلي. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني قبل ما نتطرق لكل الأخبار اللي ذكرتها يا كريم، هندخل في جدول مباريات النهاردة في الدوري المصري. هيلتقي المصري مع بيراميدز في الساعة 7:30 مساء، الجونة مع المقاولين العرب في الساعة 2:30 ظهرا. في كأس الاتحاد الإنجليزي، أفرتون مع توتنهام هوتسبير في الساعة 10:15 مساء، وليستر سيتي مع برايتون في الساعة 7:30 مساء، وشيفيلد يونايتد مع بريستول سيتي كمان في الساعة 7:30 مساء. ونروح لعناوين أخبارنا النهاردة واللي هيكلمنا في تفصيل أكتر عنها الناقد الرياضي الأستاذ حسام الغرباوي، ونبدأ بأول خبر من جريدة الجمهورية: حلم البرونزية يراود الأهلوية. من موقع الشروق، بالميراس الأهلي يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين كانوا ندا قويا لبايرن ميونخ. من أخبار اليوم، الشناوي دوافعنا كبيرة لحصد المركز الثالث. ومن موقع يلا كورة، ترشيح البرازيل والأرجنتين مواجهة مصر احتفالا بمئوية اتحاد الكرة. وأخيرا من جريدة الجمهورية، يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بعد التعادل من إنتر ميلان. والحديث أكثر عن تفاصيل أخبارنا النهاردة هينضم إلينا الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. أستاذ حسام، يعني تحياتي في الأول لحضرتك. أول خبر معنا عنوانه حلم البرونزية يراود الأهلوية. في البداية عايز أسألك، شايف مشاركة النادي الأهلي إزاي للمرة السادسة في كأس العالم للأندية لحد دلوقتي؟ طبعا ده شيء جميل ويشرف الكرة المصرية والكرة العربية والأفريقية جميعا. طبعا دي مش أول مرة، الأهلي نادي عريق جدا وشيء طبيعي أنه هو يشارك في بطولة العالم للأندية. احنا شفنا الأهلي قدر أنه في 2006 أيام مانويل جزيح يعني صائد البطولات زي ما بنقول، يعني قدر أن يحصل على الميدالية البرونزية عن جدارة واستحقاق، ودي طبعا المرة السادسة اللي بيشارك فيها بقوة، رغم طبعا احنا عارفين المباراة الصعبة اللي قدمها قدام بايرن ميونخ، ولكن طبعا الأهلي قدم مباراة قوية جدا وكبيرة جدا للي فاهم طبعا بالنسبة للنقاد واللي الفرق الكبيرة، عارفين الأهلي قدر ان هو يوقف يعني بصراحة طموح بايرن ميونخ، وقدر يعني كل النقاد أو كل الشارع المصري كان متصور ان بايرن ميونخ هيفوز على الاهلي على الاقل بخمس اهداف، ولكن ان الاهلي قدر الحمد لله عن طريق اللعب وان هو عودته للعب مره اخرى بعد ما اللاعبين قدروا ان هم يستجمعوا تجانسهم مره اخرى، لان طبعا الاعلام اللي سبق المباراه كان في ضغط وستريس على اللاعبين نفسهم. طبعا افضل فريق في اوروبا وبيمتلك لاعبين اقوياء جدا، ولكن أثر عليه في الشوط الأول، لكن قدر أن الأهلي يسترجع قواه بشكل جيد جدا في الشوط الثاني، وقدر أن يوقف خطورته من خلال تقفيل المساحات وتسليم والتسلم بشكل إيجابي. ولكن احنا لو شفنا الهدفين على فكرة اللي جم في مصر كان من خطأ في التمركز الدفاعي، احنا لو شفنا في أول هدف جه في الأهلي كان في ما يقرب من خمس لاعبين موجود أو ست لاعبين في منطقة الجزاء، في حين أن اللاعب اللي أحرز الهدفين ما كانش مغطى تمام، وشيء طبيعي دي من غلطة، وهي دي اللي بتفرق بقى في الفرق الكبيرة، من نصف فرصة بيقدر ان هو يحرز هدف، وده اللي ان شاء الله المدير الفني للأهلي تدارك ده تماما، وان شاء الله بإذن الله في مباراة الغد ان هو طبعا وضع خطة تليق بالمباراة دي انه يحصل على البرونزية الثانية ان شاء الله بإذن الله، خاصة ان الأهلي مش اول مرة يلاعب المدارس البرازيلية، يعني قبل كده في 2006 انترناشونال، وبعد كده كوني سارز في 2013، ودي المرة الثالثة بيواجه نفس المدرسة، فأكيد ان المدير الفني حط خطة تناسب ده يعني، وخاصة بعض اللاعبين اللي هم لديهم مهارة عالية زي روي هو ولويز رودريجو، دول من أهم أو أخطر اللاعبين الموجودين في مباراة الغد أمام الأهلي إن شاء الله بإذن الله.
واكيد في اوراق رابحه كتير مع المدير الفني للاهلي، اكيد هيلعب بيها في المباراه، وان شاء الله هنشوف مباراه قويه ليك بالاهلي ان شاء الله. يعني كمان معانا خبر انه الشناوي بيقول يعني لدينا مجموعه رائعه من اللاعبين وكان منافس قوي لبايرن ميونخ. قول لي شفت الماتش برده ازاي وتعليقك على ردود الافعال من بعد الماتش؟ انا كنت بصراحه طبعا انا كان نفسي ان الاهلي يتعادل او يفوز طبعا، وده حلم اي حد، لان مفيش مستحيل، وده اللي احنا شفناه حتى في كاس عالم اليد. احنا كنا بنلعب الدنمارك، ورغم كل الناس قالوا الدنمارك مش هنقدر نتفوق عليها، الا ان احنا اجبرناهم ان احنا نوصل لضربات الحظ الترجحيه، وده لازم ان جميع الفرق تلعب بنفس الروح. احنا ملناش دعوه بالتاريخ الفريق اللي احنا هنقابله، احنا في مستطيل اقدر هننافس فيه بعض، احط الخطه المناسبه، الخطه اللي تناسب امكانياتنا وتقدر ان هي تواجه مفاتيح لعب المنافس اللي قصادنا. طبعا احنا طبعا بنمتلك عناصر قويه جدا وشباب، رغم طبعا غياب بعض العناصر لظروف خاصه او للاصابه، انما احنا عندنا لاعبين كويسين وفي أكفاء جدا في مقدمتهم طبعا محمد الشناوي، عندنا طبعا اللي هيحل محل بعض اللاعبين اللي هم ممكن مش هيشاركوا، عندنا مثلا ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بنون، محمد هاني، طبعا مش هننسى السولية، حمدي فتحي، قفشة، وهيبقى قدامهم طبعا احنا عندنا طاهر محمد طاهر برضه هيعوض سرعة حسين الشحات، بواليا، عندنا صلاح محسن، محمد شريف، كل دول هم عناصر شبابية قوية جدا هيقدروا، شرط ان انا اطلع من قلبي الرهبة او انا بقابل مين او تاريخه ايه. وعلى فكرة ان الاهلي هو تاريخه اقوى واكبر من بالميراس، يعني بالميراس هو خد حصل البطولة في امريكا الشمال 10 مرات، اخرها كان 2008. احنا شوف الاهلي خرج من 2020 بس حصل 3 أكبر بطولات ممكن أي فريق يحصدها، كاس مصر، أفريقيا، الدوري، وشوف عدد المرات سواء 42 مرة في الكاس، 37 في الدوري، 37 في الكاس، 9 في أفريقيا. هنشوف الأهلي في الدوري طول عمره متقدم، بيفوز بفارق كبير جدا عن الأندية. الأهلي لسه يا دوبك لعب 9 مرات بس في الدوري وحصد 21 نقطة، يعني قريب جدا من متصدر من غريمه التقليدي ب 26 نقطة فقط. والأهلي قادم هنلاقي ان كمان بالميراس السنة اللي فاتت ما خدش الا الوصافة في الدوري الشمال الأفريقي، فالأهلي بالورقة والقلم يملك ان هو يقدر يكون ند قوي جدا، شرط ازاي ان انا احافظ على الخط اللي انا حاططها، ازاي انا اقفل مساحاتي، ازاي انا احط العنصر المناسب لي. احنا اكيد شفنا طبعا المدير الفني شاف العناصر اللي بتلعب قصاده ويقدر يحط لها اوراق الرابحه قصادها، ازاي ان احنا يبقى فيه الهجمه المرتده او اللي احنا الهجمات اللي هنقوم بيها ازاي تبقى منظمه في نفس الوقت في تغطيه دفاعيه يعني متجانسه خاصه امام مرمانا، عشان ما يحصلش نفس اللي حصل امام بايرن ميونخ، ومن غلطتين دفاعيتين او تمركز دفاعي خطا جه الهدفين، وكان طبعا اللي احنا شفناه، وان شاء الله الأهلي بإذن الله يحرز الميدالية الثانية البرونزية. بنشكر حضرتك جدا، شكرا جزيلا أستاذ حسام. يعني دي كانت أهم التفاصيل النهاردة بتاعت أخبارنا من جريدة الجمهورية، شكرا لاستماعكم وعودة للاستوديو مرة ثانية. احنا اللي بنشكرك زميلتنا العزيزة روزان نصر، جزيل الشكر، وطبعا تحياتنا للأستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي والنقد الرياضي بجريدة الجمهورية.